السلام عليكم المشاهدين، كما كتشوفوا اليوم غادي نشارك معكم واحد الطريقه باش تغسلي الزربيه. طريقه سهله وبسيطه. الناس اللي ما عندهم الشمس بحال حنا اللي كنعيشوا هنا في اوروبا، كتصيبي عندنا دائما كاينه غير الغمام. كتصبني الزربيه كتخنز ليك بكثره ما كتشبع الشمس وما كتكرمش مزيان. غنوريكم واحد الطريقه باش تغسلي الزربيه ديالك. كما كتشوفوا الزربيه ديالي هذه راه دايز عليها البرد كامل، ما مغسولاش تقريبا عام وهي في الفرشه. كناكلو هنا كنجلسو هنا، مسخه مزيان، نيت فيها طبايع، فيها بزاف ديال ماشي جديده، راه دايز عليها 3 سنين وهي عندي دائما تكرفيس. اليوم غادي نوريكم واحد الخلطه اللي غادي نمسحها بها واللي فعاله. عندي هنا الكربونات كما شفتوا، كربوناتو، انا هاد الكربونات شاريه، راه كنستعملهم للخضره، نغسل بيهم المواعن، كلشي زوينين. كندير واحد القدر مهم، وكندير الملحه حتى هي واحد القدر مهم. كنشد هاد الخليط هذا كنخلطو بحال هكا بجوج. الملحه عارفينها معقمه، والكربونات كتر منها بجوج، معقمين ومبيضين. دابا كنجي للزربيه هي هذه، كنبدا ناخذ وكنبدا نفتت بحال هكا بهذه الطريقه. بحال هذه الطريقه كنمشي مع الزربيه كامله بحال هذا الشكل، هذا كنمشي الجناب كاملين. كنمشي مع الجناب كاملين. انا في الحقيقه كنت باغا ندير هذه الوصفه وهي طيح في بالي، قلت علاش ما نشاركهاش مع المتابعين ونفيدهم حتى هما يديروها. كنبقى ناخذ وكندور مع الزربيه كامله باش ندخل ليها هذا الملحه وهاد الكربونات بحال هكا حتى نحس بها كاملة. تخليها هاد الكربونات اللي درت وهاد الملح. دابا كيما شفتوا رانا دردرتها كاملة. وبالنسبة لهاد الكربونات هذه راه كتلقايها في جميع المحلات، وثمنها رخيص، 80 سنتيم 40 سنتيم. هي راه كاتبين فيها هنا توصلي بها الفروته، ديريها في الماكينه ديال الصابون، بزاف ديال الحوايج اللي ديريها فيهم. دابا غادي نخليها تقريبا واحد الساعه ديال الوقت، عاد غاديه نجيب واحد الشطابه وغادي نشطبها مزيان، وغادي نوريكم الوسخ اللي غادي يخرج ديك الملحه والكربونات منها. وغاديه من بعد نعقمها بواحد داك التعقيم، تيبقى اختياري، اللي بغى يديرو يديرو، اللي ما بغاش يديرو ما يديروش. المهم الطريقه اللي كتنظف مزيان هي هذه اللي شاركت معكم. وبالشطابه كنمسحوها مزيان وكنحيدو كاع داك الوسخ اللي كتحصل عليه هاد الزربيه وكتجمع فيه وكتبقى صافيه ونقيه. يلا بسلام عليكم. دابا حنا نخليوها كيف ما قلت على حساب الوقت، ساعتين ساعه، تقدري ديريه في الليل وتشطبيها الصباح، تشطبيها مزيان، تشطبيها بالشطابه، ما ديري سبيراتور حيت الشطابه كتزيد تنقيها اكثر. والى اللقاء.